اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هم، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك شوكولاته مع نوعين من حشو الشوكولاته، واحد فيهم هيبقى موس والتاني هيكون بارفيه، وكمان هنحط معاهم دولسي ديلاتشي، يعني كيكه غنيه جدا جدا وباذن الله تعجبكم. نبتدي بالكيك. عندنا 300 جرام دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1.5 معلقة صغيرة جنزبيل، بودرة، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة. البهارات المشكلة دي عادة بتكون قرفة، قرنفل، جنزبيل، جوزة الطيب. عندنا 20 جرام جنزبيل طازة مفروم، 150 جرام زبدة، 250 جرام سكر بني فاتح، 2 بيضة، و185 مليلتر لبن رايب. بالنسبة لأول نوع من الحشوات، هو هيكون دولسي ديلاتشي. احنا عارفين دولسي ديلاتشي بنعمله من الحليب المكثف المحلى، بنحطه في حلة فيها نار يدوب، يعني مش بتغلي لكن ولا حتى بتطلع كده شوية فقاعات وهي على النار، لا يعني هادية خالص خالص. وبنحط علب الدولسي أو بنحط علب الحليب المكثف المحلى وبنسيبها على النار 4 ساعات، بتدينا النتيجة دي. فعندنا الكمية دي للحشو. عندنا موس شوكولاتة عبارة عن 300 جرام مليلتر كريمة سائلة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 300 جرام شوكولاتة بالحليب، 3 بياض بيض، و110 جرام سكر. آخر حاجة عندنا بارفي الشوكولاتة. عندنا 25 جرام جيلاتين، 300 جرام شوكولاتة داكنة، 400 مليلتر كريمة سائلة، 3 بيضات، 100 جرام سكر، و37 مليلتر مية. نبتدي بالكيك. هحط الزبدة وهحط معاها السكر وهحط الجنزبيل الفريش علشان يبتدي يطلع النكهة والطعم بتاعه، كل ما بيضرب أكتر بيدينا نكهة وطعم أكتر. وبعد كده هحط البيض واحدة واحدة. انزل اي حاجه في الجنب علشان تختلط مع الباقي كويس. ودلوقتي اضيف الدقيق، كل التوابل اللي عندنا مع البيكنج صودا مع اللبن الرايب، ويدوب نخلطهم مع بعض. اوكي، هناخد الكيك جاهز، هنقلبه. وطبعا ممكن نقسمه على عدد القوالب اللي احنا عايزينها، ممكن نعمل قالب واحد، ممكن نعمل 2 أو 3 زي ما احنا عايزين. انا عاملة 2 بس، انا دلوقتي هعمل 1 بس. ونفرده في القالب. هندخله الفرن بدرجة حرارة 160، وهيقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة.
عندنا الدولسي دلاتشي، دي هتكون الطبقة البين طبقتين الموس والبارفي بتاع الشوكولاتة، وده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن. بناخد قالب، هجيب طبق بناخد قالب وهحط واحدة من الكيك فيه، وبكده يبقى الجزء ده جاهز ان احنا هنحط عليه الموز او البارفيه، وبعدين هجهز واحد تاني زي ده بالظبط هحط فيه الكيكة التانية بنفس الشكل برضو على طبق عشان نحط فيه الجزء التاني سواء البارفيه او الموز. بعد كده بندخلهم التلاجة لحد ما يتماسكوا، وبعدين بنحط الجزئين فوق بعض. فدلوقتي نطلع فاصل نعمل نجهز الطبق الجزء التاني من الكيك نحطه في القالب بتاعه، وبعدين هنعمل النوعين اللي فاضلين، عندنا موس عندنا بارفي، ونبتدي نجهز الكيك كل حاجة مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا مع بعض علشان نعمل اول حاجه هنعملها هيكون موس الشوكولاته. اول حاجه عايزه اعملها عايزه اطبخ السكر ل 118 درجه مئويه، احط معايا شويه ميه صغيرين خالص، مجرد بس بنبل السكر مش اكتر علشان مش عايزينه يبقى كارميل، وبعدين هسيبه على النار لحد ما يوصل ل 118 درجة مئوية. في الوقت ده هاخد بياض البيض هحطه هنا على او في العجانة مع الفانيليا، ونبتدي نضربه لحد ما يبقى هش ولونه ابيض. في نفس الوقت ابتدي اسخن الكريمة عشان ادوب معاها شوكولاتة. دلوقتي البيض بقى او بياض البيض بقى هش ولونه ابيض، ابتدي احط السكر اللي بدرجة حرارة 118 فوقه علشان نطبخه. زي ما احنا شايفين بقى زي المرنج. وعندنا هنا الكريمة هنحط معاها الشوكولاتة، نقلبهم مع بعض.
شوي نحطهم في بول. هناخد ويسك نقلبهم كويس. وطبعا يفضل ان احنا نستنى لحد الشوكولاته والكريمه ما تبقى بدرجه حراره الغرفه او دافيه، مش لازم بدرجه حراره الغرفه، تبقى على الاقل دافيه قبل ما نحط البياض عشان ما يهبطش. بس طبعا عشان وقت الحلقه هحطه على طول. ونقلبهم مع بعض، وده كده هيبقى الموس بتاعنا. وده نوع من انواع الموس اللي هي مش بنستعمل فيه كريمه المخفوقه ولكن بنستعمل فيه مرنج. فده نوع يعني مختلف من موس الشوكولاته. احنا ممكن نعمله بالطريقه دي. محتاجه اقلب بقى دلوقتي بال سباتشيلا عشان الشوكولاتة اللي تحت نطلعها فوق. اوكي كده الموس بتاعنا جاهز، وبرده هش الحمد لله بالرغم من ان احنا حطيت البيض بياض البيض والشوكولاتة لسه سخنة. وهنملى أول قالب بالشكل ده. وندخله التلاجة لحد ما يتماسك. دلوقتي نعمل مع بعض البارفيه. أوكي نفس الحكاية. هنحط شوية مية. مع شوية سكر. إحنا هنا وزننا المية. فممكن احط الميه اللي هنا مع شويه سكر، مش لازم برضو كلها، مجرد ان انا ببل السكر علشان ما يتكرملش. اوكي والمره دي بدل ما احط بياض بحط بيض كامل. اوكي هنحط البيض الكامل ونبتدي نضربه لحد السكر ما يجهز. وفي نفس الوقت برضو هحط الكريمة على النار علشان ندوب فيها الشوكولاتة الداكنة. السكر كده جاهز، نحطه على البيض. الكريمة كمان جاهزة، ممكن نحطها على الشوكولاتة ومعاها الجيلاتين.
دلوقتي الصفار جاهز او البيض الكامل جاهز زي ما احنا شايفين، بنوصله للريبن ستيج او لمرحله الشريطه، وبعد كده بنضيفه على الموس بتاعنا. ونفس الفكره، يفضل ان هو يبقى بارد، الشوكولاته والكريمه يعني يبقوا دافيين على الاقل او بدرجه حراره الغرفه قبل ما نخلطهم مع بعض. علشان البيض الكامل ما يفقدش الهواء اللي دخلنا فيه. أوكي. نجيب السباتشولا ونكمل تقليب من تحت لفوق علشان نخلط الشوكولاتة دي كلها. اوكي، لو استنينا هيبقى الكثافة بتاعتها اكتر علشان هتكون ما هبطتش البيض الكامل قوي. ودلوقتي هاخد الجزء الثاني، الصينية الثانية اللي فيها الكيك، واحط فوقها البارفيه. اوكي، زي ما قلنا دلوقتي هندخلهم الثلاجة لحد ما يتماسكوا. وأجيب الجاهزين. ده أول جزء البارفيه. وأجيب الجزء الثاني اللي فيه الموس، وزي ما احنا شايفين حطينا الموس، حطينا الدولسي دلاتشي فوق فوق الموس. أشيل القالب بالراحة. أوكي. عندنا الجزئين بتوع الكيك، وهاخد جزء منهم هقلبه بالشكل ده واحطه فوق الجزء اللي تحت. اوكي، ودي بتكون الكيك. عندنا طبقه كيك، طبقه موس، طبقه بارفيه، وطبقه كيك تانيه، وفي النص بينهم في دولسي ديلاتشي. وهناخد السكر بودرة ونحط فوق الوش شوية سكر بودرة. وبكده نكون خلصنا كيك النهاردة. عملنا طبقتين من الكيك، طبقة موس شوكولاتة وطبقة بارفيه الشوكولاتة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله إن شاء الله.